إن معرفة الاحتياج المائي لكل محصول يتطلب دراسة معطيات محددة مثل المناخ ورطوبة التربة وقياس النمو الخضري وتطوره، بالإضافة إلى أعمال خدمة وفحص منسوب الماء الأرضي، وهذا كله يساعد على تحديد أسلوب الري وأوقاته. ندخل عالم الأشجار المثمرة وأساليب ريها مبتدئين من ري المشاتل. فعند ري البذور تؤخذ الاحتياطات للحفاظ على البذرة أثناء الري، والأحواض تقسم في المشتل إلى مساحات صغيرة لتسهل عملية العناية بها. نزرع البذور بشكل منتظم ونزرع الحقل على مسافات صغيرة فيما بينها، وتروى بالري الحديث بالرذاذ أو الري الضبابي. بينما يتم ري الأحواض في المشاتل بواسطة الأيدي العاملة، أما ري شتلات الأشجار المثمرة فله أساليب أخرى. ففي حالة وجود زراعة بين الأشتال فالأفضل استخدام أجهزة الرش الثابت، أو نستخدم الري السطحي في أحواض متجانسة. وإذا لم تكن هناك زراعة أخرى بين الأشتال يفضل الري بالتنقيب. وعندما تكبر الأشجار وتمتد جذورها بعيدا لا تفضل الزراعة البيئية. وهناك نروي الأشجار المثمرة بالتنقيط وبالرش الثابت المنخفض وباستخدام الأحواض الكبيرة كما في الطريقة التقليدية، مع ملاحظة أن تروى الأرض الطينية أقل من الأرض الرملية. ومن المهم أيضا أن يكون الري أثناء الإثمار أكثر من أثناء الإزهار. ويفضل استخدام التنقيط أو الرش في التربة الرملية، والري السطحي أو بالأحواض في التربات الطينية. إن تجانس توزيع الماء في الخضروات المكثفة يعتمد على عدة عوامل، منها الضخ من المصدر الخارجية، كما أن تعرض المنطقة للرياح وسرعتها يحدد نوع الرش وكميته. وهناك عوامل كثيرة تؤثر في ري هذه البساتين، منها التربة ونوعيتها والعوامل الجوية من رطوبة وحرارة وضوء وبخر، إضافة إلى نوعية المياه نفسها. أما في الري تحت السطح والخاص بري الخضروات المكثفة فإن الماء فيه لا يهبط إلى الجذور بل يرتفع إليها. ونرى تحت السطح الطبقي يتم استغلال طبقة قليلة نفاذية، حيث يرتفع الماء وتكون على عمق متر ونصف المتر حتى مترين. وهذا الأسلوب يناسب منطقة الخليج العربي ويلائم الأرض الرملية جيدة الصرف، لكن لا تستخدم فيها المياه المالحة أو مياه الصرف المعالجة حتى لا تتملح التربة. ومن أحدث طرق الري الرذاذ الضبابي، ويعتمد على الميكنة والكهرباء، ويستخدم في البيوت الزراعية لإنتاج شتلات الأشجار عن طريق الحقل والأشجار المثمرة. إن أساليب الري سواء القديمة أم الحديثة تحددها عوامل عديدة، منها التضاريس والتربة والمناخ ومصادر المياه. لكن ما تشهده منطقة الخليج العربي من اعتماد على العلم في تحديد أساليب الري يبشر بإمكان الوصول إلى توفير المياه والإقلال من التملح والحصول على مواسم جيدة توفر احتياجاتنا الغذائية في المنطقة.